ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ احنا المره اللي فاتت حفظنا لحن اسمه فول ايفول اللي بيتقال في القداس الغريغوري، وكان لحن نغمته جميله جدا، كلنا حفظناه واتبسطنا بيه خالص. المره دي هنحفظ لحن اسمه مرد الابراكسيس اللي بيتقال في فتره عيد النيروز اللي هي من 1 توت ل 16 توت، من 1 توت ل 16 توت. اسمعوا مني كده اللحن. انا هبدا باللحن على طول لان هو كلماته سهله ونغمته كمان احنا عارفينها، هي نفس نغمه مرد الابراكسيس الثانوي اللي هو شيرينيه. اسمعوا كده. اسمو ابي اكلوم، اسمو ابي اكلوم، كمان مره، اسمو ابي اكلوم، تاني، اسمو ابي اكلوم الجديده، انت تيروم بي، اسمو ابي اكلوم انت تيروم بي. كمان مرة من الأول، اسمو ابي اكلوم انت تيروم بي، تاني، اسمو ابي اكلوم انت تيروم بي جديدة، كمان مرة، اسمو ابي اكلوم انت تيروم بي، اخر مرة يلا اول سطرين، اسمو ابي اكلوم انت تيروم بي. الجديد بقى، تاني، جديدة، هي تي هي تي، تاني، هي تي. يلا نقول أول ثلاث سطور، اسمو أبي إكلوم انت تيروم بي، هي تي. الجديدة، شايفين شكل الهزة؟ الجديدة، انت كمان، انت كمان، انت كمان، آخر مرة، انت كمان، جديدة، ات خريستو، ات خريستو، ات خريستو، تاني، ات خريستو،
جديدة. أو 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 الجديدة. أو 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 تيجي من الأول، يلا نقول مع بعض اللحن. اسمو ابي اكلوم انت تيروم بي يلا نقوله مع بعض تاني. اسمو ابي اكلوم انت تيروم بي راجعوه كويس وتبقوا تبعتهولنا على الصفحة بتاعت مدارس الأحد. ربنا معاكم، باي باي.